يا الله يا رحمن يا أبا سليمان، عافاك وشفاك الله وأذهب البأس عنك. يا أم سليمان، لقد اشتعل الرأس شيبة وخارت القوة ووهن العظم، وما بقي لنا من العمر مثل ما مضى، وقدر الله لنا به يقين. نسأل الله ربنا حسن الختام. أطال الله في عمرك يا فارس بني مخزوم، وسيف الله المسلول. إيه يا أم سليمان، ذكرتني بالخوالي من الأيام وبدايات العمر وريعان الشباب وقوة الرجال. يا أبا العيال، ما زلت كما كنت، ألبسك الله ثوب العافية. يا أم سليمان، بخن بخن بها دنيا، مهما عشت بها من عمر تحسه يوما أو بعض يوم. لعمري إني لأذكرني في البادية غلاما عند مرضعتي وفي صحراء جرداء، وأبي الوليد يتعهدني الزيارة ويغلظ في الكلام معي حتى يشتد عودي وتقوى شكيمتي. خالد بن الوليد، سيف الله المسلول. يا خالد، ما لي أراك تستظل وتستبرد من الحر؟ ما هذا للرجال بشيء؟ قم واخرج في الحر واركب الخيل وكن ذا همة. هيا. أمرك يا أبي. يا مليكة، ما لي أراك تحنين على الغلام؟ ما لي هذا أرسلته؟ ولكنه يا سيدي ما زال صغيرا على هذا. الصغير يكبر يا مليكة، وما أهده في الصغر تجنى ثماره في الكبر يا امرأة. أمرك يا سيدي. أين زوجك الحارث؟ خرج في بعض شؤونه يا سيدي. أرسلي في طلبه، فإني أريد أن أوصيه. أهلا بسيد مكة، أهلا بالوليد، أهلا بالوحيد. كفاك تملقا يا حارث، كفاك واسمع لما أريد منك. أمرك يا سيدي. أريدك أن ترهق خالد ولا تريحه، وأريدك أن تخلط له شيئا من سم العقارب والأفاعي في طعامه حتى تزيد من صلابته، فلا يؤذيه شيء منها إذا شب وقوى عوده. ولكن يا سيدي هذا كثير. أنا أعطيتك المال لا لتسألني، بل لتفعل ما أريده منك، هل فهمت؟ أمرك يا سيدي. خذ هذه كروتك وافعل ما أمرتك. فلتعني الآلهة على هذا، ورب البيت إنه لكثير على غلام في سنه. أو حقا فعل الوليد هذا؟ أجل يا أم سليمان، فعل وفعل أكثر من هذا. خالد، خالد، اخلع ما في رجلك، هيا. ولكن الأرض بها شوك. افعل ولا تجادل، هيا. حسنا حسنا. وربي الكعبة، لو كان الأمر لي ما فعلت، ولكن هذا أمر الوليد في ولده. لقد دميت قدماي ولحقني الجهد والجوع. خذ هذا طعامك، كله ولا تبقي منه شيئا. ألن تشاركني فيه يا عم؟ لا، فعندي طعامي. ولما ذلك؟ كل طعامك ولا تكثر الأسئلة يا غلام. خالد بن الوليد، سيف الله المسلول.
ويحي، ما فعلت بالغلام؟ إن الحمى لا تفارقه، ما صنعت يا رجل؟ لم أفعل شيئاً يا امرأة، لم أفعل شيئاً. بل فعلت والله لتقتلن الغلام أنت وأبوه. ويحي علي، ويحي علي. انظري حتى آتي بالحكيم. ما بالك يا ولدي؟ قل لي. ألم في بطني يقتلني. بطني. وكيف حدث هذا يا أبا سليمان؟ لقد فعل الحارث ما أمره به أبي الوليد، خلط لي سم الأفاعي والعقارب في طعامي. وماذا حدث بعدها؟ تداويت من تلك العلة ونجاني الله منها. وهل توقف الحارث عن فعل أمر أبيك؟ لا يا أم سليمان، لم يتوقف، بل اعتاد جسمي على ذلك السم ولم يعد له تأثير علي. هيا يا خالد، قم وجد طعامك في الصحراء، فلا طعام لك في بيتي إلا صيد يدك. توقف عن هذا يا حارث، لا تهلك الغلام فيأخذنا أهله بدمه. هذا أمر أبيه يا امرأة، فلا تتدخلي. هيا أخرج ولا تعد حتى تصطاد طعامك، أو لا ترجع أبدا. هيا. خالد بن الوليد، سيف الله المسلول.